السلام عليكم. طبعا في واحد جاي يلا لما العب الووتر فليب تشالنج ان شاء الله هذا الريال يعجبكم تعطونا لايك. هذا محمد. السلام عليكم. فهذا يسوي الووتر فليب تشالنج وياي. فاللي ما يبع 10 يسوي عقاب. عقاب تعرف يعني عقاب؟ أمانة لا تقول لي فلفل. فلفل؟ لا. عقاب لي أجيبها. أوكي. أكلة فلفل. 10 مرات. وكلنا بالدور بالدور. أوكي. يلا. واحد يلا. هاي لعيب. مو بلعيب وايد. واحد. لا غش. شنو غش؟ انت ضربت فريلك بعد. انت بعد ضربت ثاني انزين. لا عيل صفر صفر. غش. صفر صفر. اوكي عيد عيد. صفر صفر. اوكي يلا انت بدا. انت بدا. انت. اللي ضربت ريله هو غش. لازم ما تضرب ريله. واحد يلا. واحد. العب. واحد اثنين. لا. وقفة كمان. تضرب الريدة. ثلاثة. ثلاثة. ارحب. لو ضربت ري الحد 4-3. انا 4-3. لو ضربت يعني لو انا جبتها مثلا وضربت رينا هذا شي بغش. انت بغش. اي انا 4-3 الحين. اللي يبقى او 5 هو الجوله الاولى يفوز في الجوله الاولى. ثلاث جولات هما. يلا اول جوله هي هاي، ثاني جوله هي هاي، وثالث جولة ان تبقى وتوقف شديد. فيلا 4-4. فزت الجولة الأولى. أنا فزت الجولة الأولى. فزت الحين. لازم هذا من يجيبها هو يعتبر الفايز. لا لا لو يابا شذي بعدين طاحت بعدين يابا شذي ياخذ 5 نقاط. خلاص ياخذ وقت وايد. بنكمل بنفس هاي الجولة. اللي يبها أول واحد هو يعتبر الفايز في الجولة. فاز الجولة الثانية. آخر جولة. آخر جولة واللي يخسر لازم يسوي حق الثاني عقاب. فنفس الجولة اللي مرتين هو الفايز. اللي يب 5. بعد 0-0. ضربت ايدي ما ضربت ايدي. حتى لو ايدك ما نخص. حكا يا شهدادي. على الصعب. كده. هاي ما يصير. والله جبت واحد. عادي يسويها شي؟ عادي. ما يصير. ضرب نهائيا. لا ما يصير. يا ما كذي. اوكي يلا. ما لا ما لا اوكي عيد عيد عيد. انا واحد بعد. يلا واحد. انت 1-0. واحد واحد يلا. تقريبا القوة في فوز الجولة الأولى هو فاز. لا فايز. 3-1.
يس. لا 4-1 خلاص فزت. ويسوي الثاني حق الثاني عقاب. الحمد لله. الحمد لله. لا يا اخي يبدا خلاص العقاب هو اظن افكر اللي دخل اول جول فيفا هو الفايز. هاي هو يلا ف برمزه ما نخلي هنا الكاميرا خالي. بس اللي دخل جول هو الفايز. هو الفايز فقريبا تقريبا انا الفايز. انا الكينج مال ووتر فليب تشالنج. انت الكينج؟ حتى الكينج احسن منك. قربت علي قربت علي. خلاص انا ما ابي العب فيفا. انت تعتبر فايز. خلاص هو فاز الوتر. هو الكينج. يلا مع السلامه. باي.